هلا هذا الموديل هذا راح يخليكم تفهموا بشكل احسن بكثير من الترانسفورميشن اللي انا فرجيتكم اياه. هلا نبدا نفهم بشكل احسن. انا عندي اندكشن موتور، هي 3 فيز اندكشن موتور، سكويرل كيج اندكشن موتور. حطيت عليه سنسرز، السنسرز اللي حطيتهم عليها اول شيء بقيسوا واي اي واي بي واي سي. هلا بتلاحظوا في شيء انا حاطه هون اللي هو 1 على زد، 1 على زد بعطيني زي ديلي بس السامبلينج تايم، السامبلينج تايم بالحاله هاي 2 مايكرو سكند. فتي اس بالحاله هاي بتساوي 2 مايكرو سكند تساوي 2 في 10 تو ذا ماينس 6 سكند. 1 على زد بس بيعمل ديلي بسيط، كانه بيحفظ القيمه تبعتها. بيحفظ القيمه لانه انا راح اعمله في الحياه الحقيقيه، راح اقيس الكرنت واخزن القيم، وبعد تايم سامبل وحده راح ارد استعملها واعمل عليها كالكوليشن. فالواحد على زد هو عباره كانها نوع من الترانسبورت ديلي، بخزن القيمه وبعدين بظهرها بعد 2 مايكرو سكند. 2 مايكرو سكند قيمه قليله جدا، فهو فعليا عماله بيحتفظ بالقيمه اللي موجوده هون. وبتلاحظوا عاده في السيمولينك اذا اخذت قيمه وعملت لها فيدباك وبدك تستعملها وما فيش بينهم انتجريتر او واحد على زد راح يعطيك خطا، راح اقول لك انا عم بحاول اعمل سيركولر ريفرنس. فعندي هون واحد على زد، راح تشوفوا في كمان واحد على زد هون. راح نترك هلا هاي للوقت بالوقت الحاضر، هذه هي ثيتا اي، هاي الطريقه اللي بحسب فيها ثيتا اي. بس انا في عندي فيدباك من المحرك ثيتا ام، ثيتا ام اللي هي الميكانيكال تبعت الروتر مش الالكتريكال. فعندي في قياس انا اخذت من المحرك، هذه شو بتمثل في الحاله الواقعيه؟ شافتنج كودر ركبته، اذا ركبت ابسولوت شافتنج كودر على المحرك راح يعطيني ثيتا ميكانيكال. وطالع من عندي كمان السبيد اوميجا ام، كمان هاي ميكانيكال سبيد، يعني هاي ميكانيكال سبيد وهاي ميكانيكال انجل من هون، هذول بقدر اقيسهم انا في الحياه الواقعيه. عندي ثلاث 3 فيز فولتج سورس من هون ستار كونكتد، وهي السامبلينج تايم مبين هون 2 تو ذا ماينس 2 مايكرو سكند. هلا انا ضربت هون عشان احول من ميكانيكال لالكتريكال ديجري، بس هي الترانسفورميشنز اللي بهموني. في عندي هي ترانسفورميشن هاي اللي انا المفروض اسميها هاي، هاي هي الكلارك ترانسفورميشن. هاي الكلارك ترانسفورميشن. هذا 4 بولز بير فيز، ولذلك ضربت باثنين. انا كان الاسهل المثال اني ابدا بمثال فيش فيه حتى ما ندخلش بهذا، بس هذا هيك اللي صار فيه، فاضطريت انا اضرب باثنين هون حتى احول من الكتريك ميكانيكال ديجريز لالكتريكال ديجريز بعدين اكمل. هلا اللي انا عامله هون، عندي هون هي الكلارك ترانسفورميشن اللي بتحول لي من اي 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 بي اي سي لاي كيو اس واي دي اس اول شيء. واذا بنطلع عليها هاي نفس القيم اللي احنا كنا مستعملينهم قبل شوي. انا ماخذ اي اي واي بي واي سي، مش عاملها انا 3 باي 3 ماتريكس، عاملها خلص مستعملها 2 باي 3. فهون عندي راح اطلع اي كيو اس بدلاله اي اي واي بي واي سي اللي هي كانت تتذكروا كانت 0 في اي اي زائد جذر 3 على 2 في اي بي ناقص جذر 3 على 2 مش هيك في اي سي. هاي هذه والكل مضروب في 2 على 3، هي 2 على 3 كل مضروب في 2 على 3. هذه هون جذر 3 على 2 مضروبة في اي بي ماينس اي سي، مش كانوا هيك نازلين تحت على تأثيرهم على الاكس اكس. وبعدين عندي هون هاي السامبل تايم، هاي صحيحة. الثانية راح تكون الاي دي اس اللي بدخل فيها اي اي كامل في واحد مضروب، وهذوك مضروبين ناقص نص ناقص نص، وكلهم مضروبين في 2 على 3. نفس الشيء هاي التحويل اللي صار هون اللي هي ناقص نص في اي بي ونص كمان في اي سي بس ناقص زائد اي اي، والكل مضروب في 2 على 3. فانا الان في كل لحظه راح احول، طبعا كل قديش انا حساباتي راح اعملها كل 2 مايكرو سكند، راح تتجدد هاي القيم كل 2 مايكرو سكند. راح اقرا قيمه اي اي واي بي واي سي، راح احولهم لاي كيو اس واي دي اس، هذول عم بحولهم لهذا الشكل. بعدين هون اخذنا اي كيو اس واي دي اس، وانا خصوصي عملت هاي بحيث انه الاكس يكون بالاول والواي يكون ثاني. فالاكس هون وواي هون، وثيتا اي اجتني من حسابات معينه عملتها هون راح نشوفها بعدين، بس ثيتا اي مهمه لانها بتقول لي الروتيتنج فريم ايش الزاويه بينه وبين الستيشنري فريم، هي ثيتا اي. فثيتا اي راح اعمل عليها الترانسفورميشن الثاني اللي هو البارك ترانسفورميشن.
هذا البارك ترانسفورميشن. البارك ترانسفورميشن راح ياخذ هلا الزاويه وراح ياخذ ستيشنري فريمز ويحولهم روتيتنج فريمز عن طريق 2 باي 2 ماتريكس. وهي اللي هي هذه هون اخذنا هاي دي اي كيو اس اي دي اس وثيتا اي 3 دخلوا من هون اخذناهم هون عشان احسب اي كيو ار هون عشان احسب اي دي ار راح يكون دي كوساين ثيتا في الاول ناقص اظن ساين ثيتا بالثاني هيها كوساين او كوساين هيها كوساين يو 3 اللي هي ثيتا اي في يو 1 اللي هي اي كيو اس ناقص اي دي اس مضروب في ساين ثيتا اي وبعدين هون عندي راح اخذ نفس الشيء بس هون عندي ساين وكوساين فراح تعطيني هذا الترانسفورميشن اللي بصير هون فهي عملنا البارك ترانسفورميشن احنا لسه لحد هلا ما عم نعمل كنترول انا بس بعمل اوبزرفيشن يعني انا بس عمالي جيت على محرك انا فاهم المحرك كيف بيشتغل بالطرق التقليديه اللي احنا شرحتوها بالماشينز اللي فهمتوها بالماشينز بس الان انا بدي احاول افهم المحرك هذا بطريقه مختلفه افهمه كيف بيشتغل زي ما بيشتغل الدي سي موتور فحتى افهمه كيف بيشتغل زي ما بيشتغل الدي سي موتور بدي اشوف قديش الفلكس اللي جاي دايركت فلكس اي دي ار وقديش كوادراتشر فلكس فالمفروض اذا كان عندي التورك قليل اذا حاطط انا عليه تورك قليل يكون اي كوادراتشر واذكركم شو الكوادراتشر والدايركت اذا رسمنا رسمه الدي سي موتور هي لو فرضنا انه هذا كونستنت من هون هي ان اس هذا هو الدايركت فلكس هذا دي بالحالة هاي فيش فرق بين الروتيتنج والستيشنري مش هيك؟ ما فيش اصلا شيء اسمه روتيتنج هون. وعندي عمودي عليه اللي سببه الكرنتس اللي ماشي في الارمتشر راح يكون فلكس بهذا الاتجاه اللي هو الكيو. الدي بده يضل كونستنت. واصلا مبين هون راح يضل كونستنت في الدي سي موتور. راح يضل هذا كونستنت. والكيو راح يصير فيريبل حسب التورك اللي موجود فاذا بدي ازيد التورك بزيد الفولتج الارمتشر فولتج وزيدت الارمتشر فولتج بزيد الكرنت واذا زاد الكرنت بزيد كيو مين الليدنج عندي هون الدايركت وهذا وراه واذا حطيت بي ار كروس برودكت مع بي اس راح يعطيني تورك بهذا الاتجاه فالتورك بوزيتيف باتجاه الدوران والمحرك راح يلف بهذا الاتجاه بهذا الشكل من هون والزاويه هون بينهم 90 درجه لو اجيت طبقت هذا على الاندكشن موتور راح الاقي نفس الشيء في عندي دايركت فلكس وكوادراتشر فلكس لو جيت اطلعت في داخل الستيتر ورسمت هون الروتر راح الاقي في عندي دايركت فلكس بهذا الاتجاه وهذا راح اسميه بي اس وهذا هو الدايركت فلكس ومتاخر عنه 90 درجه راح يكون بي ار وهذا هو الكوادراتشر فلكس ولاحظوا احنا حطيناهم اكس اكسس واي اكسس هيني كيو روتيتنج وهي الدي روتيتنج من هون بينهم زاويه لما يتغير التورك مين اللي بزيد قيمته؟ بزيد قيمه الكرنت في الروتر وبضل هذا كونستنت من هون فبصير هذا يتغير معنا وهذا بضل كونستنت والزاويه بضلها بينهم 90 درجه زي هذا شوفوا هذا كيف عملت له الاني مع هذا المشكله انه هذا روتيتنج طول الوقت بزاويه ثيتا اي فلازم اتبعه احاول اتبعه الاقي هون ما عندي هاي المشكله فهون كل الهدف منه انه اقدر اشوف هذا لو انا حطيت نفسي على هذا البول الالكتريكال بول طبعا مش الميكانيكال الميكانيكال عم بيعمل سليبنج عنه الالكتريكال راح اشوف هذا ثابت بالنسبه لي هذا ثابت بالنسبه لي وكل ما بغير التورك بلاقي هذا صار طوله زاد ونقص زي ما كان هذا يزيد طوله وينقص منه هلا بنشوفها من ناحيه عمليه